هذا وقد اختتمت في مدينة العالمين الجديدة النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما تحت عنوان 60 سنة دراما. وعلى هامش أعمال المهرجان عبر عدد من الفنانين عن إعجابهم الشديد بمدينة العالمين الجديدة وما تحمله من صورة حضارية تدعو للفخر. لا، شيء رائع، والواحد ما كانش متخيل بالروعة دي حقيقة. يعني مكان عالمي ومكان نفخر بيه، وحلو قوي الفكرة ان احنا نعمل مهرجان هنا، وده شيء يعني شرفنا كلنا ان يبقى عندنا مدينة بالشكل ده. رائعة رائعة وجميلة ومبهجة وراقية وشيك، ومدينة تشرف مصر وتشرف المصريين، والمصريين لازم يفرحوا ان عندهم انجازات بالحجم ده وان هم قاموا بانشاء المدينة الجميلة دي. انا طبعا جيت 3 4 مرات قبل كده، عبر 3 4 سنين بتفرج منذ انشائها. طبعا تطور رهيب في وقت قياسي، ومبروك لمصر هذه المدينة الرائعة الجميلة. بلد تحفة، أجدد مدينة في مصر، معمولة على أعلى طراز. شفت شياكة وجمال وأحلى بحر، ويعني وأوتيلات تجنن، كل حاجة جميلة بصراحة. أنا أول مرة أجي، فمبسوط قوي إني باجي في مهرجان، باجي مع زملاء، وإن يبقى فيه احتفاء بالفنانين وبالدراما المصرية، فحاجة تدعو للفخر الحقيقة. أنا كنت لسه بقولهم أنا أول مرة أجي من أكتر من 7 سنين الساحل عامة، فاتفاجئت بصراحة بقى بالحاجات الناطحات السحاب الجميلة دي والأوتيلات والمنظر. لا، في منطقة اسمها العالمين الجديدة، أنا أول مرة أشوفها على الطبيعة، فأنا مبسوطة قوي بصراحة بالأماكن الجميلة اللي في مصر.